ازيكم يا مواليد برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السرطان ليوم السبت 5 نوفمبر تشرين الثاني 2022. النهارده مش هتواجهك اي مشاكل في انك تشعر بايجابيه اكتر وانسجام اكتر مع كل محيطك في الشغل. خليك مستعد ليه، انت بتجري تغيرات كتيره هتبقى في حياتك اليوميه واضحه جدا. هيبقى عندك الهام كبير بس مفيش فايده من انك تتراجع. بالنسبة ليك النهاردة عاطفيا هتتطلب منك الظروف انك تخرج من كل قوقعتك وتتحلى بشجاعة اكتر، تخوض من خلالها لقاءات كتيرة جديدة تكشف بيها كتير عن نفسك لشريكك وحبيبك في الفترة دي. خليك مستعد ليه علشان تطال كل الحاجات الرومانسية اللي انتوا هتكونوا مستنينها مع بعض. بالنسبة ليك النهاردة سرطان، مهنيا هتتمكن اخيرا من انك تحل ازمة كانت ليك مع شخص في الشغل النهاردة. ممكن حتى تسخن الامور زيادة عن اللزوم لكنها تكون كلها مسهلة وهتتحل باقل الخسائر. الوقت هيبقى مناسب لو حبيت تنزل النهاردة في مشروع جديد او في شراكة جديدة. ما في شك النهاردة انك ممكن تنجح بشكل كويس، لكنك هتدفع ثمن ده بشكل غالي جدا. بالنسبة لك النهاردة يا سرطان، توقعات العشرية الأولى مواليد 21 يونيو لواحد يوليو، هيبقى عندك احتياج في الهجو اللي عندك، هتتحكم في نفسك أكتر علشان ما تنشغلش بكل حاجة تبقى بتدور حواليك. هتستخدم كل اللياقة اللي عندك واللباقة علشان تتخطى كل العناد وتتقدم أكتر نحو كل أهدافك. بالنسبة لك النهاردة يا سرطان، توقعات العشرية التانية مواليد 2 يوليو ل 12 يوليو، هيبقى مزاجك النهاردة في اللحظة دي بيتحرك أكتر وبيتدافع معاه بشكل واضح جدا. هتحتاج انك تحافظ على الشعور ده باعتدال في اليوم ده علشان ما تستسلمش لأي تجاوزات تبقى من نوع تاني. ما تبقاش النهاردة خانق لنفسك للغاية، خاصة في الحاجات اللي بتتعلق بكل محيطك في الشغل. بالنسبة ليك النهاردة يا سرطان، توقعات العشرية الثالثة مواليد 13 يوليو ل 22 يوليو، في حاجة بتفسد الجو النجمي اللي عندك في عواطفك، هتبقى في مشاكل شوية مع عيلتك او حتى في علاقاتك الودية، لكنك هتقوم بانك توجهها بحساسيتك الطبيعية هتظهر من خلالها افضل دبلوماسية ليك تتجنب بيها اي نوع من انواع الخلاف. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، القمر هيبقى في برج الحمل، هيخلينا في نوبات خيالية اكتر ونوبات فيها دفاع عن نفسنا ونوبات فيها كآبة. كل حاجة تعتبر عفوية لكن في انصاف كتير للاجراءات اللي عندنا. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.